السلام عليكم. بهذا المقطع رايحين نشرح آلية قراءة ساعة الباينري وضبطها. زي ما احنا شايفين، الساعة مكونة عندنا من زرين أساسيين فقط، الزر العلوي والزر السفلي. آلية قراءة الساعة هي كالتالي: زي ما احنا شايفين، في عندنا مجموعة أضواء عمودية على الشمال فوق هون. هاي بتعبر عن، لما نجمع الأرقام الضاوية بتعبر عن عدد الساعات، وعندنا مجموعة أرقام سفلية المنطقة تحتها هون، مجموعها بيعبر عن عدد الدقائق. هلا لو نيجي نقرأ الساعة، هلا بتكون عنا عبارة عن 4 و2، الساعة حتكون الساعة 6، وعنا كمان الدقائق اللي هي مجموع الأرقام السفلية حتكون 16 و8 24، و6 حتكون عنا 30، فالساعة عنا 6:30 مساء. هلا بالنسبة لآلية ضبط الوقت بهاي الساعة بتكون كالتالي: نضغط ضغطة مطولة على الزر السفلي لحتى منشوف انه الاضواء بلشت عنا تلمع، تمام. بعديها بنبلش نضغط على الزر العلوي بمقدار 1:1، وهيك بكون عماله بيعمل زيادة بمقدار 1 على عدد الساعة. فاحنا نفترض انه بداية انه الساعة عنا 6:42 والتاريخ 17/8. هلا الساعة 6:42 حتكون، بنضل نجمع بالأرقام لحتى تصير عنا 4:02. هاي الساعة صارت عنا 4:02:06. بننتقل للتالي، بنضغط زر مرة واحدة على الزر السفلي، بننتقل للدقائق. الدقائق عنا 42 حاليا، 16:08. ثواني بس، عنا 32 و8، هاي 40، هاي 42، تم ضبط الساعة. أما بالنسبة للتاريخ، فعنا الأضواء اللي فوق بتكون عبارة عن مجموع عدد الشهور، واللي تحت الأيام. إحنا حكينا إنه إحنا نفترض إنه التاريخ هو شهر 8، فبكون عنا ضوء واحد اللي هو شهر 8 رح يكون ضوء. ننتقل للأيام، حكينا فرضا إنه التاريخ 17، فبكون 16:01. بنضل نضغط على الأضواء لما نجمع رقم 17 اللي هو حيكون 16+1، هاي 16:01، وهيك بنكون انتهينا من ضبط الساعة. يعطيكم العافية وشكرا لكم.